وفي مقابلة حصرية لتلفزيون دبي أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم أن معرض ويتكس يعد أحد أهم المعارض التي تقام في الدولة، مشيرا إلى أن دبي تقود رحلة التعافي العالمية سواء من خلال معرض إكسبو الدولي أو المعارض التي تقام على هامشه. طبعا معرض ويتكس اليوم من المعارض المهمة في دولة الإمارات وفي دبي، وجهود الأخوان في ديوة بالنسبة للتنظيم من أول حدث لليوم ولا ما وصل عليه. أتمنى أن هذا ماشي مع سياسة الدولة بالنسبة للثوان للطاقة المستدامة. أتمنى إن شاء الله أن كثير من الشركات اللي ألقاها اليوم وهي منصة جديدة، يمكن عقب فترة الكوفيد وانقطاع كثير من المعارض في العالم، اليوم دبي أصبحت منصة سواء من خلال إكسبو اللي انفتح مؤخرا، اليوم ويتكس، عندنا أيضا معرض الطيران قادم، وهناك أشياء كثيرة. أتمنى لكم التوفيق.